ما راح يساعد التلقي. خلصنا منها. مرحبا مرة تانية يا مواطنين، بجليت السود ما كانت حلوة كتير، ما هيك؟ ايه، هيدا رأي جنرالنا حبيبنا كمان، كرمل هيك اتدمرت بالكامل، انه معظمها وضعه القديم ورحبه بالجديد، انا بقول لازم نتأكد من انه كل شيء تمام، تحيا ميديتشي. Thank you.
هيدا هو جنى العمر. عدم قدرتنا على حماية مانية كانت متوقعة، وبصراحة مش حرزين نحاول نسترجعها، بس خسارة فيس إلكترا ضروري حدا يتعاقب عليها، وما لازم تمرق مرور الكرام، صح؟ ريكو رودريغيز رجع من جديد، وهو خلق من نفس النار اللي وصلتني لهالمطرح، وقريبا العالم كله رح يعرف مدى قوتي. بالحقيقة اعطاني فرصة لاستعرض عضلاتي. بدكن شي بحمسكن؟ مدينة كوستا ديل بورتو، حرقوها، ولما يجي ليحاول يخلص حسالته صفوله صاحبه. أي فعل مش بس لازم، أكيد رح يؤدي لرد فعل رهيب، وساعتها شعلة الثورة رح تنطفي وتتحول لرماد مثل الثورات اللي مرقت قبلها عبر التاريخ. استعملوا الدبابات. انت عملت هيك؟ انت يلي عم بتعوّص؟ انت اللي عم تلعب حرب؟ وهني عم يحرقوا لنا بيوتنا؟ ما ترد علي، نحنا لازم نعمل هيك. انا ما عندي خيار، بس ما راح انسى ابدا. دبابات لالي انا، انت روح على المدينة ماريو، راح نجيبهم على طبق من فضة. أنا رايح على المدينة، ديرافيلو رح يدفع ثمن اللي صار.